السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب بيت المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني عام الدراسي 2023. هنبدأ إن شاء الله بالمحادثة من تيست 5. هنا محادثة بين أحمد وسعيد. أحمد أند سعيد أر توكينج أباوت جروينج بلانتس. أحمد وسعيد بيتكلموا عن زراعة النباتات. أحمد بيقول هاو كان وي بروتكت ذا انفايرمنت. سعيد إزاي نقدر نحمي البيئة يا سعيد؟ فقال له إجابة، قال له Where can we grow plants؟ احنا نقدر نزرع نباتات فين سعيد؟ يبقى كده يقول له احنا نقدر نساعد عن طريق زراعة النباتات. يبقى يقول له مثلا we can grow plants، ممكن اقول trees برضو، we can grow plants، بس plants احسن عشان بشكل عام. غير كده ان هو في الاجابة تحت قال له نقدر نزرعها فين. بعد كده قال له احنا نقدر نزرعها فين، فيقول له اي مكان من عندك عادي، او مثلا in my garden، في حديقتي، او اي حاجه تانية، ممكن او ستريتس، في الشوارع، زي ما قلتهاش in our garden، في حديقتنا مثلا. بعد كده سأله سؤال قال له because they absorb carbon dioxide from the air، لانهم يمتصوا ثاني اكسيد الكربون، يبقى لماذا نزرعهم؟ يبقى why، ممكن اقول مثلا لماذا هم مفيدين، او لماذا نزرعهم، دي تنفع ودي تنفع. why are they مثلا useful، لماذا هم مفيدين، او لماذا نزرعهم، why do we plant them او grow them. بعد كده plant برضو معناه يزرع. بعد كده عندي سؤال قال له I think cutting trees will help increase carbon dioxide، اعتقد ان زراعة قطع الاشجار سوف يساعد في زيادة ثاني اكسيد الكربون، يبقى ما رأيك في قطع الاشجار؟ يبقى what do you think about of عادي of cutting trees، ايه رايك في قطع الاشجار؟ بعد كده قال له what else will happen if we cut down trees، ايه اللي هيحصل برضو لو قطعنا الاشجار؟ يبقى ممكن نقول مثلا كثير من الحيوانات سوف تموت، يبقى many animals will die، كثير من الحيوانات سوف تموت. احرك الشاشة ونرجع تاني. بعد كده سؤال الفقرة محتاج أربع كلمات من ضمن ستة. In the future، في المستقبل، traveling will be easier، الحياة سوف تكون أسهل. We will use، إحنا هنستخدم إيه to move around the city، عشان نتحرك داخل المدينة، يبقى electric buses، الأتوبيسات الكهربائية number one. بعد كده factories will use engineers، وكمان المصانع تستخدم المهندسين الإنسان الآلي، يبقى robotics، يبقى ديت number two. I believe we space able to get energy، able to بيجي قبليها will be، سوف نكون قادرين على، دي من الواحدة الاثناشر الملغية، يبقى دي هتبقى number three. Energy from solar، solar هتبقى farms، اللي هي حقول الطاقة أو محطات الطاقة الشمسية number four farms. بعد كده الباسج ذا كورونا فيروس ديسيز از كومنلي نون از كوفيد 19، معروف مرض كورونا فيروس بشكل اكثر شيوعا يعني بكلمه كوفيد 19. كورونا فيروسز ار ا لارج فاميلي اوف فيروسز ذات كوز ديسيز فروم فور هيومنز، اللي هو كورونا فيروسز، فيروسات الكورونا عباره عن مجموعه كبيره من الفيروسات تسبب الامراض للبشر. كورونا فيروسز وير فيرست ديسكفرد ان ذا ليت 1960s، تم اكتشاف كورونا فيروس في اواخر الستينات. Here are some tips that help to avoid COVID-19، هناك بعض او هنا بعض النصائح لتساعد في تجنب كورونا. Wash hands regularly with soap and water for 20 seconds، اغسل يدك بشكل منتظم بالصابون والميه لمده 20 ثانية. Regularly clean your hands with an alcohol-based hand wash، دايما اغسل يدك باللي هو غسول الكحول. That way of cleaning can kill the virus، هذه الطريقة ممكن تقتل كورونا فيروس. When you cough or sneeze، لما انت تكح او تعطس، cover your mouth and nose with a tissue، غطي فم mouth فمك وانفك بمنديل. Avoid touching your eyes، تجنب ان انت تلمس عينك، nose انفك and mouth فمك with unwashed hands، بايد غير نظيفة، ايد غير مغسولة. If you are sick، لو انت مريض، wear a face mask، البس القناع. السؤال الأول في الاختيارات The passage is mainly about، الفقرة بشكل أساسي عن إيه؟ عن كورونا فيروس، الإجابة ليتر بي. السؤال الثاني To avoid COVID-19 we should wash our hands with، يبقى صوب، عشان نتجنب
كوفيد 19 لازم نغسل ايدينا بالصابونه. خلي بالنا الصوب الاولى ديت اللي فيها اليوم معناها شوربه. السؤال الثالث: to wear a space is good advice to avoid COVID-19. عشان ترتدي ايه؟ دي نصيحه كويسه عشان تتجنب COVID-19 اللي هو الفيس ماسك القناع. What does the underlying tips mean؟ tips معناها نصائح، يبقى دي كلمه advice اهيت. طيب السؤال الخامس: why should we wash hands for 20 seconds؟ ليه نغسل ايدينا؟ ليه ينبغي علينا نغسل ايدينا لمده 20 ثانيه؟ عشان نقتل كورونا فيروس، يبقى to kill the virus، عشان نقتل الفيروس. مش عارف اكتب ايه دي ار يا شباب. بعد كده السؤال السادس: summarize the second paragraph in one sentence. في الفقره الاخيره ممكن اقول بقى عشان تقتل كورونا فيروس لازم تغسل ايدك بالصابون. يبقى ممكن نقول كده: to avoid COVID. الجمله دي: to avoid COVID 19 we should wash our hands with soap. الجمله دي ينفع في السبب. اسئله الاختيارات: السؤال الاول space is a special ability to do something، عباره عن قدره خاصه لعمل شيء ما، يبقى power. الإجابة لترديه. السؤال الثاني: means to be able to use the internet without wires، معناها تقدر تستخدم الإنترنت بدون سلوك، يبقى wireless. الإجابة لتر A. السؤال الثالث: the synonym of the word advantage، ما مراد في كلمة advantage اللي هي معناها ميزة، بتساوي كلمة merit. الإجابة لتر D. السؤال الرابع: the word environment is turned to into an adjective by adding the suffix، يبقى AL. الإجابة لتر B. السؤال الخامس: last week الأسبوع اللي فات I visited a place where many photos. الأسبوع اللي فات أنا زرت مكان فيه صور كتير. This means I visited a photo. ده أنا شورت إيه؟ يبقى photo exhibition اللي هو معرض الصور. السؤال السادس: we need a place to collect rubbish and burn it. محتاجين مكان عشان نجمع الكمامة ونحرقها. يبقى كده اللاند فيل، مكب الزبالة. إجابة لتر دي. بعد كده أسئلة التصحيح. السؤال الأول: نادية has sang for an hour now. for وفي now في الآخر، يبقى كده مضارع تام مستمر. have أو has وبعدين been وبعدين verb مضاف لا ing. نادية بتاخد has، يبقى has been singing. has been singing. has been أو been singing. السؤال الثاني: if Noor arrived late his father will. طالما في نون يبقى حالة الأولى من if مضارع بسيط. نور بتاخد فعل مضاف له اس، يبقى arrives. بعد كده السؤال الثالث: هو used to، يبقى used to. مش محتاج مع هو إن أنا أجيب did، يبقى used to على طول. السؤال الرابع: داليا لايكس. لايكس بيجي بعدها فعل مضاف لاي ان جي او تو المصدر، فتنفع الاثنين، تنفع تو واتش او واتشنج على طول او تو اي ان جي. السؤال الخامس: اي ديدنت ليف هوم سينس لاست ويك. سينس موجوده يبقى قبلها مضارع تام، بس انا حافظ على النفي فاقول اي هافنت ليف. اي هافنت ليفت، معذرة، اي هافنت ليفت. السؤال السادس: من ليف. شكرا يا سمر.